الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن مزادة العلم ومن مزادة طلب العلم وعثراته بغي العالم والطالب بعلمه الذي علمه الله، البغي بالعلم، الاعتداء على الآخرين لأنك متعلم، البغي بالعلم، التسلط على الآخرين لأن عندك علم، هضم حقوق الآخرين، وليس لشيء إلا لأنك عارف. هذا البغي بالعلم له صور كثيرة نراها في الساحة الآن. قدح بعض العلماء في بعض بلا علم ولا برهان هو من صور البغي بالعلم. الترفع والتعالي على الناس بسبب مثل حدثته أو منصب علمي حزته هو من البغي بالعلم. التراشق بالتهم وإثارة الخلاف أمام العامة في الساحة في القنوات الفضائية هذا الآن صورة من صور البغي والطغيان بالعلم. لو تجاهل ما اختلفت مع الناس، لكن الذي حملك على أن تختلف مع غيرك اختلاف طغيان وبغي، اختلاف طغيان وبغي، انتبهوا للقيد، اختلاف طغيان وبغي مصحوبا بالسباب أو الشتائم أو سوء الظن أو القدح أو الإسقاط أو نشر الغسيل، هذا الخلاف هو من البغي بالعلم. وهناك آيات كلما مررت عليها في كتاب الله أقف سائلا، الله عز وجل ينص في آيات كثيرة تقرب الست أو السبع آيات أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم يدعو إلى الوحدة لا إلى الاختلاف، العلم يدعو إلى المحبة لا إلى البغضاء، العلم يدعو إلى الاتفاق لا إلى الافتراق، وليس كذلك؟ فكيف الله عز وجل ينسب اختلافهم إلى العلم؟ إذن كأن سائلا يقول إذا لو ارتاحوا من العلم لبقيت وحدتهم، بما أنهم ما اختلفوا إلا بعد ما جاءهم العلم، إذن يا ليتهم ما تعلموا. لا تفهم هذا، العلم بالنظر إلى ذاته لا يأتي إلا بخير، لكن المشكلة توظيف هذا العلم، توظيف العلم في غير أبوابه هو الذي يوجب الاختلاف. فكم من إنسان ما تعلم لرفع الجهل عن نفسه وما فتح الكتاب ليقرأ العلم ليدفع جهل عن نفسه أو عن غيره، لا، ولكن لأنه يريد أن يجادل فلانا فيغلبه. إذن أنت تعلمت ووظفت العلم في غيره في غير وظيفته. فإذا الاختلاف المذموم عند الله ليس سببه العلم بذاته أو التعلم بذاته، وإنما سببه توظيف هذا العلم. أعرف شابا يكثر من القراءة في كتب الجرح والتعديل مع أنه يجهل مسائل فقهية أساسية، فلما سئل عن ذلك قال حتى إذا جرحنا أو عدلنا يكون تعديلنا على علم وبصير. إذن هذا إنما طلب هذا الفن لأنه يريد أن يبغي به على الناس، فإنما همه فلان اتركوه، فلان فاسق، فلان كذاب، فلان لا تطلب العلم عنده، فلان إخوانجي، فلان جامي، فلان سلفي، فلان صوفي، بس هذا همك من العلم، بس أنت هذا همك من العلم. إذن أنت تعلمت العلم ووظفته في غير وظيفته المطلوبة الآن. ولذلك يقول الله عز وجل آية تفسر لنا ذلك كله، وهي قوله فلما جاءتهم رسلنا بالبينات، إيش؟ رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. شلون فرحوا؟ طيب أوليس العلم يفرح به؟ الجواب بلى. شلون الله ينكر عليهم الفرح بالعلم اللي عندهم؟ نقول لأن علمهم جعلوه معارضا لعلم الرسل، فوظفوه في غير وظيفته. أفهمتم هذا؟ فإذا العلم كله خير ونشر العلم كله خير، لكن المشكلة في توظيف هذا العلم. فمن وظف علمه للقدح في العلماء أو النيل من مراتبهم فليعلم أنه سوسة دخلت في بثياب العلماء، سوسة تنفر في جسد الأمة الإسلامية بسبب هذا العلم الذي تعلمه. فالله الله يا إخوان بتوظيف العلم الصحيح. فإذا ليست القضية فقط أنك تتعلم
تتعلم، بل لا بد بعد العلم أن توظف هذا العلم. التوظيف الصحيح، التوظيف الصحيح. الخوارج تعلموا العلم ليكفروا المسلمين، ليكفروا المسلمين. بعض الناس يقرأ بابا عقديا واحد، وهو باب السمع والطاعة لولاة الأمر، حتى يجد في هذا الباب ثغرات يدخل بها إلى القول للخروج على ولي الأمر. فإذا هو يريد أن يوظف هذا العلم في غير محله. هذا هو الذي نحذر منه. فإن قلت وهل طالب العلم يمكن أن يطغى بعلمه؟ الجواب نعم. يقول السلف رحمهم الله تعالى من وهب بن منبه وغيره، يقول إن للعلم طغيانا كطغيان السلطان والمال، إن للعلم طغيانا كطغيان السلطان والمال. الإنسان إذا صار ملك أو أمير ربما يطغى بما حصله من المناصب. التاجر إذا اكتسب أموالا كثيرة يطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكذلك العلم أيضا له طغيان إذا وظف في غير توظيفه الصحيح. كم بقي على الإشي؟ لأن الإخوان يشكون إن المحاضرة تصير طويلة وعندهم أسئلة وإشكالات. فنبي ها؟ بقي 20. نبي نخصص آخر ما بلا ذوي القمر للأسئلة. ومن المزح، فإذا ينبغي لك أيها الطالب متى ما تعلمت أن تحاول أن تكمل انتفاعك وانتفاع أمتك بما تعلمت، فتوظف هذا العلم التوظيف الصحيح.